في سياق ملاحقة الناشطين، ملاحقة المعارضين، طبعا في اسم بارز جدا برز في الأسابيع الماضية هو اسم الفنانة والناشطة فدوى سليمان. ست فدوى معنا الآن مباشرة عبر الهاتف من مكان ما. أولا بدي رحب فيك وأكيد ننقل لك تحيات كثيرين عندما قلنا لهم بأنك ممكن تكوني ضيفتنا اليوم. شكرا لكم، شكرا كثير لكم. أهلا فيك. أنا بعرف أنه نحن نتحدث إليك في ظروف صعبة جدا، ولكن أنت أخذتي موقف جدا متقدم، أضربتي عن الطعام، يبدو بأنه أيضا تمردتي على العائلة. خبريني عن كل هذه الظروف. أنا صح الموقف طلع على العلن، بس أنا من 21 آذار في شوارع دمشق مع السائرين ومع المنتفضين في كل مكان بدمشق. بدأت من دمشق ومن قلب العاصمة دمشق، نزلت ب 2/5 لفك الحصار عن درعا، وكنت من أوائل الناس اللي نزلوا في الشارع للفنانين أو المثقفين. طبعا وضعنا كتير خطير وسيء وملاحقين أكيد، وأنا ملاحقة من هذيك الأيام، بس كان في أمور يعني ما كنت أعلن عن نفسي مشان استمر، لأنه اعتبرت انه دربي طويل وطريقنا طويل، فما في داعي لاني اعلن عن نفسي، لانه عم نشتغل عم نكون ايد بايد مع الناس. بالنسبه للعائله، مع انا عائلتي بسامحهم وكثير بسامحهم للاسباب اللي بتعرفوها، وسواء هم ضد النظام او مع النظام انا بسامح. ما في اي اتصال بينك وبين عائلتك اللي بعد طبعا يعني حصل للاسف موقف؟ ما عم بقدر اتصل بحدا نهائيا. يعني في طبعا اتصال ببعض افراد من عائلتي ليطمنوا علي، بس مو اكثر من هيك، ليطمنوا انه شافني على قيد الحياه يعني. طيب انت ملاحقه، ست فدوى، انت ملاحقه، انت والناشطين اللي عم تكوني موجوده معهم بشكل مستمر كما عرفنا، ولكن يعني ما الذي تستطيعون فعله في حمص، وماذا يمكن ان تخبرينا عن حمص، يعني ما يحصل فيها منذ اسابيع حقيقه؟ تمام. انا موقفي اللي اعلنته للعلن هو من اجل حمص ومن اجل سوريا باكملها، من اجل نوقف امام اي فتنه بده يقوم فيها النظام، لانه اي شيء عم يصير على الارض السوريه هي بالفعل نظام، بالفعل الامن. النظام قادر على اشعال اي نوع من انواع الفتن لحتى يبقى بمكانه ويعطي لنفس المبررات لوجوده ولبقائه على الارض. الناس بحمص ولا بسوريا كلهم ابدا ما هم مع الخيارات العسكريه، وابدا ما كان بودهم انه توصل سوريا لهذا المكان. النظام هو اللي دفع بالاحداث وبالظروف لانها توصل لهون. موقفي للعلن يعني هو مشان نقدر نعمل. صح صار الظرف اسوء لانه صرت ملاحقه بشكل اكبر، بس نحكي ونقول العزيمه والايمان بالحريه والايمان بالشعب السوري العظيم انه قادر على التغيير السلمي، هو اللي عم يدفعنا انه نستمر. طيب. حتى لو متنا ولا حتى لو تلاحقنا يعني. نتمنى أنكم تبقوا بخير طبعا جميعكم، ولكن معلي أنا مع الأسف المسبق عن هذا السؤال، ولكن الكثير من الإعلام أو محاولة صورة هذه التحرك كان أنه هو متطرف إسلامي. حضرتك تنتمين إلى الطائفة العلوية الكريمة، ماذا تقولين لكل الذين يتحدثون عن طائفية ما يجري في سوريا؟ أيوة. طيب تسمحي لي بس احكي انه اول شيء انا ما بنتمي لاي طائفه، والسوريين كلهم ما بينتموا لاي طائفه، هي الحقيقه على الارض. انا عم بلمسها مع كل الناس الطيبين البسطاء المثقفين الكبار الصغار الاطفال. نحن ما لنا طائفيين، الشعب السوري ما له طائفي، وما يعني حتى هذا الكلام صار يستفزني لانه عم نلمسه يوميا. أنا ما بنتمي لأي طائفة، أنا بنتمي لسوريا، أنا من سوريا فقط، أنا اسمي فدوى سليمان من سوريا، وكل الشعب السوري ينتمي إلى سوريا. ما أنا طائفي، النظام هو الطائفي، الدكتاتورية لا دين لها ولا طائفة، ومستعدة تصنع ألفاظ وتصنع تراكيب وتصنع جمل لحتى يبقى النظام. نعم. طيب ماذا يجري في حمص إنسانيا؟ ربما تصلنا الأخبار ست فدوى فيما يتعلق بالعمليات، فيما يتعلق بالإصابات، ولكن كيف تعيش حمص؟ نعم،
رح احكي لك انه انا موقفي الشخصي بدي اعلنه عبر قناتكم، يعني تفضلي اذا بتسمحي لي. انه بعد 8 شهور لحتى الجامعه العربيه تدخلت وعلقت عضويه سوريا، بعد 8 شهور من الثوره اللي قدم فيها الشعب السوري الاف الشهداء، تدخلت الجامعه العربيه. بعد ما شق الجيش وانهارت المؤسسه العسكريه، تدخلت الجامعه العربيه. بعد ما صرنا ارقام عم بتموت وتستشهد كل يوم، تدخلت الجامعه العربيه. بعد اعتقال الالاف والتنكيل بالالاف وموت المئات بالمعتقلات والباقي مصيرهم مجهول، تدخلت الجامعه العربيه. بعد المقابر الجماعيه وموتوا اطفال والنساء، تدخلت الجامعه العربيه. بعد ما شكل النظام والامن فرق للموت بحمص تقوم بخطف الناس وقتلها ورمي بحارات بعضهم البعض لاشعال الفتنه الطائفيه، تدخلت الجامعه العربيه. اما العالم الاخر والدول الغربيه المؤمنه بالديمقراطيه واللي هي مع حريه الشعوب وحقها بالثوره من اجل الحريه وحقها بالتفكير والتعبير، واللي عندها منظمات ضخمة لحقوق الإنسان وعندها هلال أحمر وعندها صليب أحمر، ما تدخلت لوقف العنف الممارس ضد الشعب السوري الأعزل من البداية. من البداية كانت عم تقول ما في حدا بيعبر عن ثورة الشعب السوري لنتفاهم معه، ما حدا بيمثل الشعب السوري لنفهم منه. وكأنه اتخاذ موقف لوقف الإجرام ووقف الدم بحاجة لممثلين. العالم المتحضر والمتمدن والديمقراطي ما تحرك إلا إذا كان في مين يعبر عن الشعب السوري. العالم الديمقراطي الإنساني بده مين يضمن مصالحه ليتدخل ويعترف انه في مجازر. العالم المتمدن هلا صار بيعرف مع مين بده يتعامل ليعترف بانه نظام بشار الاسد نظام قاتل. العالم الديمقراطي بالاول ما قدر يبعث مراقبين دوليين ولا قدر يبعث حقوق انسان لانه ما سمح لهم النظام بالدخول ورضخ له. العالم الديمقراطي بيبعث حقوق الانسان للسجل الانتهاكات لانه بشار الاسد ما سمح لهم بالدخول. العالم المتمدن والحضاري والديمقراطي ما أرسل الإعلام الحر وفرض هذا الشيء على بشار الأسد لأنه بشار الأسد ما سمح له. اليوم ساركوزي صار فيه يسحب سفيره بعد ما صار فيه ممثل عن الشعب السوري، والتركي بيهدد بمنتهى القوة أن العقوبات الشديدة والثمن غالي رح يدفعه النظام السوري بعد ما صار فيه مين يمثل الشعب السوري. نعم. فيني أقول عبر قناتكم يا خسارة، يا خسارة أن الشعوب الصادقة دائما يلي دائما ثوراتها شريفة والسياسات والسياسيين دائما بيسلبون هذا الشرف. يا خسارة الإنسانية قديش عم تتلطخ بالعار من وراء السياسيين، قديش في جرائم عم ترتكب بالإنسان باسم الديمقراطية واسم العدالة، قديش في كذب وافتراء عم يتمرر على الشعوب الحية والرافضة لكل أشكال الظلم والعدوان والقتل. هذا هو الصوت اللي بسمعك يا من حمص أمام وصل ندائك أمام القناصة. بيجوا السياسيين لحتى يتخروا على مصالحهم. أنا كثير حزينة لأنه من يوم الشعوب بتقوم بثورات حقيقية ضد الظلم والقمع، وبيجوا السياسيين باسم الديمقراطية والعدالة بيطلبون شيء جميل. وصل ندائك، يعني أنا كنت عم حاول إني أعطيك الوقت كله. العالم كلهم بسرعة لو سمحت تفضل. العالم المتمدن الحضاري إنه الشعب السوري لن يسمح لكل هذا بالحدوث. الشعب السوري وريث المدنية وريث الحضارة ورح تنجح ثورته بالرغم من تآمر كل السياسات عليه. وبشر العالم إنه الشعب السوري رح يعدي شعوب العالم بالثورة ورح يخلي شعوب العالم المتمدن تسقط سياساته وتسقط القناع والديمقراطية الكاذبة والحرية الكاذبة. نتمنى إنه السياسة الشعب السوري العظيم اليوم رح يوضحت ست فدوى الحرية الحقيقية والكرامة الحقيقية. ست فدوى بنتمنى إنه صرختك توصل، بنتمنى إنه صرختك توصل للكل، ونحن بنقدر حقيقة بنقدر الكثير من التقدير وجودك معنا رغم صعوبة الاتصال. كنا عم نحاول من فترة من أول الحلقة الحقيقة، ولكن في دائما صعوبة بالاتصال. بنشكرك وبنشكر شجاعتك إنك تكوني معنا، وبنتمنى لك إنك تضلي بألف خير طبعا أنت وجميع النشطاء والمثقفين اللي انت ترافقيهم في هذا التطوع في حمص. شكرا جزيلا لك الفنانة والناشطة فدوى سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة حمص.